مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو أود؟ ما هي ميزات أود؟ ما هو أود؟ تم تصميم رمز أود ليكون أول عملة مشفرة في العالم بهدف جلب المزيد من الحياة الخضراء إلى العالم. ما هي ميزات أود؟ أود مكرس لجعل العالم مكاناً أكثر خضرة والحفاظ على جمال غاباتنا الطبيعية. نحن نحاول خلق توازن بين القضايا الاجتماعية والبيئية الاقتصادية. نحن شركة بيئية في جوهرها، نجمع بين تقنية البلوكشين والصناعة للانضمام إلى مبادرات Save the Earth. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.